انطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 32 على خشبة مسرح البحرين الوطني، حيث قدمت أوركسترا البحرين الفيلهرمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم أول أمسيات المهرجان، والتي جاءت بعنوان ليلة في فيينا. نعم، فهذا المهرجان يعد أيقونة الحراك الثقافي في الجانب الموسيقي في البحرين، حيث يفتح أبواب التواصل الحضاري ما بين البحرين والعالم. حراك ثقافي مميز في الجانب الموسيقي تقدمه مملكة البحرين من خلال مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في موسمه 32، لتحتفي من خلاله بالتراث الموسيقي البحريني والخليجي والعالمي. انطلق المهرجان في حفل مميز توج معزوفات موسيقية بمقاطع من أجمل ما أنتجته مدينة فيينا النمساوية من موسيقى على مدى تاريخها، قامت بأدائها الأوركسترا البحرينية. مهرجان البحرين للموسيقى، هذا المهرجان الذي يعد ركيزة أساسية في الرزنامة الثقافية التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة والآثار كل عام، يأتي هذا العام ببرنامج متنوع متجدد، ونسعد أن يكون من ضمن برنامج هذا العام المهرجان الخليجي للفنون الشعبية، حيث نستعرض فنون شعبية من دول مجلس التعاون بالتعاون مع الأمانة العامة، لنبرهن أهمية الثقافة الخليجية والعربية في حراكنا الثقافي، علاوة على وجود عدد من الفعاليات البحرينية خلال هذا المهرجان، وعلى أهمها حفل فن الصوت الذي سيقام كذلك للمرة الأولى على مسرح البحرين الوطني. فعاليات متنوعة خليجية وعربية يحتضنها المسرح الوطني بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقوم بأدائها مجموعة من الفرق الموسيقية الشعبية من دول الخليج بالإضافة إلى الأردن والمغرب كضيوف شرف، لتساهم في إثراء برنامج الفعاليات بأنماط موسيقية مستمدة من الموروث الثقافي الثري للمنطقة. المهرجان يتيح الفرصة والمجال للمتلقي البحريني للتعرف على ثقافات العالم المتنوعة، وبالأخص الإبداعات الموسيقية من حول العالم. شراكات عدد من السفارات معنا في هذا المهرجان دليل على ما توليه البحرين من أهمية من تكريس الثقافة كأداة للدبلوماسية وللتواصل بين الشعوب. ويستمر مهرجان البحرين الدولي للموسيقى حتى 20 أكتوبر الجاري، محولا مساحات ثقافية عدة حول المملكة إلى نوافذ تطل على الفن والثقافة والألحان القادمة من كافة أنحاء العالم. تظاهرة فنية خليجية ودولية تحتضنها مملكة البحرين في مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 32، ليقدم من خلالها أنواعا متعددة للفنون الموسيقية المختلفة، ليتعرف عليها عشاق هذا الفن الراقي ويتذوقوا الموسيقى المحلية الخليجية والعالمية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.